المراقيلات راه مشبعو تبارك الله. العشرة دابا ديال الصباح، هناكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأعزاء، نتمنى من الله يلعن القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. نشكركم الإخوان على الدعم ديالكم وتشجيع هذه القناة المتواضعة، ومتنساوناش الله يجزيكم بخير، دعمونا بلايك، اللايك ديالكم راه مهمة للقناة بزاف، وهي اللي كتشجعنا باش نزيدوا قدام إن شاء الله ونزيدوا نشروا جديد، نزيدوا نستمروا في نشر الجديد، ومتنساوناش ديما لايك ديما. أخوكم عبد الحميد، بارك الله فيكم وتحياتي للجميع. المعز راه اليوم هو ما بغاش ياكل هذا الاكل هذا كما كتشوفوا، هذا مول الغنم هذا جاري كي كان كيرعي قبل من بعد ما حصدوا الناس كان كيرعي هو. هاد الاكل دابا راه مع عافتان عليه الغنم كما كتعرفوا، المعز راه تيكون معز انيق خصو شي اكل يكون ما راعيش فيه شي كسيبه اخرى باش يرعى فيه هو. دابا هاد الاكل هذا التبن هنايا فيه ريحة الغنم وفيه انا اللي صدمني هذا موشي قال لي خرج المعز وخلي داك الاكل تماك العودات والبقر، والمعز انا خصني نخرجهم نقلب ليهم على الاكل، انا ما عنديش مشكل نخرجهم، المشكل فين كاين في الماء. نتمنى الله يدير الخير. سبحان الله الغنم اللي هي المعز ما يتخلطوش، كل واحد راه كيرعى في جهة، كل قطع كيرعى في جهة. طبي الأعزاء كما كتشوفوا راه عندنا هنايا ما شاء الله الغنم والمعز الحقول المجاورة، وغادي نوريكم الكلاب اللي عند هذا السرح ديال الغنم. ان شاء الله راه عنده واحد الكبات فيا تيغراباند دو هاد الكولي تم كولي نو كولي بور نو عندو التورك هادي، التورك هادي راه كما شتو ما شاء الله راه دوك خصو يحسن لها دابا الصيف من لو بابيلا نو Tengo que pelarla, pero... No pasa mucho calor. Vamos a ver, sal andando un toel. Que da como el jarara. Y aquí. El mazraa que te farras en la gran catra, o que te farras en ella. Debe ser gris. Y aquí. الكلبة الصغيرة عاد كتعلم، عاد كيخرجها دابا كيعلمها مع هاديك توركو. اللهم ما شاء الله راه كاطرعة، واخا الصباح دابا باقي شوية برد الجو، عندو 400 رأس هنا ما شاء الله. بقاو تفرجوا ليا التوم، ما عمركم شفتو الغنم. سبحان الله العظيم، هاد الغنم هادي راهي اللي كتكون في الجبل اللي كنت فيه درت لكم واحد الفيديو عليها، كتكون فوق الربيع في الجبل، وفي الصيف ملي كيحصدوا الناس كيجيبها لهنا للحصيده، وكيخلي داك الجبل تال الفصل الخريف عاد كيديهم ثاني، ملي كيحرطوا الناس هنا كيولي كيديهم للجبل، كيبقاو سارحين بوحدهم.
هي الغنم راه كتاكل هنا، عندها الاكل هنايا كثير، كيعجبها هذا الاكل، ماشي بحال المعز، المعز كتعجبو الغابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. نتمنى يا اخوان والاخوات تستمتعوا بهذا الفيديو هذا، نرى واحد المنظر اخر مختلف على المنظر اللي في المزرعة عندنا. سبحان الله العظيم، الجبل الصخري كيفاش داير، خلق الله ما يشاء. بالنسبة لثمن الخرفان الاخوان راه تزاد، راه ولا دابا ما بين 60 70 يورو الخروف، الوزن ديالو 12 كيلو. وراه واخا تزاد الثمن ديال الخرفان لانه حتى العلف هو غلا، البال هو غلا، كلشي غلا. هاد الغنم ما شاء الله راه كتاوم، كتولد توام و كتولد مرتين في السنة. عيبان هنا جوايبان ها؟ وي نو، أنا كترمو كي هي لابلايا، كل كالور كي هاسي. وين تبع البوبلا؟ المعز راه كان متكي، راه غادي نديهم غير المكان اللي فيه شويه الشجار باش يرعاو، لانهم ما كيرعاوش هنا. انتم الاخوان كما كتشوفوا راه جتهم ما شاء الله لهاد البلاد هادي، شتو الفتوش اش كدير، الناس عندي فاش كتر من القياس. شكت معاهم في الحصيدة عام تكين ما ضايش يرعاو، نزتهم لهنايا باش يرعاو شوية، راه الصباح كامل هما تما يا عم تكيات، إلا القليل منهم اللي كانوا كيرعاو. هنا اللي كتشوفو راه كاين داك التوت البري هنايا موجود، كاين الشجار ديال اللوز، هادشي هو اللي كيبغي المعز، هادا هو الأكل اللي كيعجبو. ان شاء الله كياكلوا توت البري مع راسهم هنايا، تبرعوا ليا مع راسكم. دابا المشكل اللي فيا انا هو دابا كنديهم، دابا كنشوفهم فواحد المكان ما بغاوش يرعاو، كنغير لهم المكان باش يرعاو. ديما كندير لهم خاطرهم، ندير لهم خاطرهم، نفششهم بمعنى الكلمه، مكنو نخليهم في داك المكان اللي ما كيبغيوش يرعاو، غادي يبقاو بقى معاهم تما تجيبو يرعاو، يجيهم الجوع يرعاو، يعني انا كيبقاو فيا و مكنبغيش نشوفهم هكا، كنبغي دائما نشوفهم يرعاو، نكونو بخير على خير، لوجه الله. شفتو دابا متتبعي العزة كيفاش كيرعاو؟
نتمنى متابعي الاعزاء تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا وبهذه المناظر الخلابه ما شاء الله. ما تنساوناش الله يجزيكم بخير، دعمونا بلايك. تحياتي للجميع.